السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحبائي في اللي متابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. طلب مني أحد الأعضاء شرح يعني 30 فولت التي يشتغل بها التونير. هيا سوف أقوم بشرحها إن شاء الله. يعني 30 فولت هي توجد في التونير في هذه الرجل، يعني طريقة التتبع سوف أقوم بتوصيل التلفاز بالكهرباء لكي نقوم بتتبع الفولت. الآن قمت بتوصيل التلفاز بالكهرباء يعني للإشارة، يعني دائما عندما نريد تفقد يعني 30 فولت التي يتغذى بها التونير نقوم بتتبعها من التونير أولا، يعني من هنا. هيا توجد هنا، سوف أقوم بتتبعها بالفولت. هي 28 فولت، يعني تمر إلى هذا الديود هنا وتمر إلى هنا لو تلاحظون هنا لكي إلى يعني هنا هو. صعب يعني التصوير وتتبع، يعني لو تلاحظون تمر إلى هنا هو السلك، الخط مباشرة تمر إلى هذا المكان هنا هو، يعني يوجد خط مباشرة هنا هو إلى هذا المكان، عفوا يعني هنا هو رقيق هذا الخط هو إلى هذا المكان هنا هو هنا، يعني تأتي من هنا كما تلاحظون. سوف أريكم، يعني ها توجد هنا مقاومة تدخلها 110 فولت من هنا، تأتي من هذه الرجل من تي اش تي، هي 110 فولت، يعني تأتي من هذا الرجل 110 فولت، يعني تدخل 110 فولت إلى هذه المقاومة، وهذه المقاومة تخرج لنا 30 فولت التي يتغذى بها التونير. هاي 28 فولت، يعني تمر مباشرة، يوجد هنا خط رقيق هو هو هنا في الآلة هنا هو هو هو، أتمنى أنه يظهر لكم لكي أقرب لكم هو الخط، هذا الخط يأتي إلى هنا يعني، ويأتي من هذا المكان ويدور من هذا الجهة هو إلى هنا هو. ثم يذهب مباشرة إلى هذا الرجل، يعني الطريقة سهلة جدا. يعني يوجد الجرس، عندما نضع مثلا نقوم بالقياس بالجرس من هذا الرجل إلى هذا المقاومة هنا، إلى هذا المقاومة هنا سوف نجد الجرس. الآن سوف أقوم بتتبع بالجرس إن شاء الله. الآن سوف أقوم بتتبع بالجرس يعني من هنا إلى هذا المكان، يعني مسافة بعيدة جدا هنا هنا هذا المكان هنا هنا الرجل الخاص ب 30 فولت، يعني 30 فولت تمر على هذه المكتفات وهذه الديود هنا تأتي إلى هنا، أتمنى أنه يظهر لكم لأن يعني المسافة بعيدة، ويمر هنا ويأتي إلى هذا المكان هنا، ثم يأتي هنا مباشرة هنا ويدور مع هذا المكان هنا، يأتي مباشرة هنا هو هنا إلى هذا المكان إلى هذا المقاومة، لأن هو الخط يعني رقيق إلى هذا المكان
يحاول أن يوجد الجرس. يعني تدخل 110 فولت هنا في هذه المقاومة. المقاومة تقوم بإخراج 28 فولت أو 30 فولت، وتذهب مباشرة إلى الرجل الثالث في التونير لكي يشتغل. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.